اجمعنا. الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، إنه يوم بهيج بالنسبة لهذه الرعية وبالنسبة لأبنائنا وبناتنا الصغار ولذويهم وأشابينهم أن يقبلوا نعمة وهبة الروح القدس وهبة المناولة الأولى. فلنستعد جميعا لقبول مواهب الروح القدس أو تجديدها فينا من خلال ندامة صادقة. أنا أعترف
لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. صلي. نسألك أيها الإله القدير الرحيم أن يحل علينا روحك القدوس فيسكن فينا ويجعل منا هيكلا لمجدك، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور.
القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. أظهر يسوع للرسل نفسه حياً بعد أعلامه بكثير من الأدلة. افترى لهم مدة 40 يوماً وكلمهم على ملكوت الله، وإنما هو مجتمع بهم أوصاهم ألا يغادروا أورشليم بل ينتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني، ذلك بأن يوحنا قد عمد بالماء، وأما أنتم ففي الروح القدس تعمدون بعد أيام غير كثيرة. كانوا إذ مجتمعين فسألوه: يا رب، أفي هذا الزمان تعيد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي حددها الآب بذات سلطانه، ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالون قوة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. كلام الرب. الشكر لله. الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجود روح الرب يرفرف على المياه. الروح يشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجود الله. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. يا إخوتي، إني تسلمت من الرب ما سلمته إليكم، وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر ثم كسره وقال: هذا هو جسدي، إنه من أجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وصنع مثل ذاك على الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، كلما شربتم فاصنعوه لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تعلنون موت الرب إلى أن يأتي. كلام الرب. الشكر لله. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. على المسجون كان
في ذلك الزمان خاصم اليهود بعضهم بعضاً وقالوا: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلم تكن فيكم الحياة. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيم في اليوم الأخير، لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق. من أكل جسدي وشرب دمي ثبت في وأنا فيه، كما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي. هو ذا الخبز الذي نزل من السماء غير الذي أكله أباكم ثم ماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. كلام الرب. التسبيح لك أيها أيها الإخوة والأبناء الأحباء، أولاً أشكر كاهن الرعية قدس الأب أشرف النمري لدعوته لي كي أحتفل معكم بهذين السرين العظيمين. أحييكم جميعاً، أحيي الكهنة المشاركين الأب بشير والأب أكثم، أحيي شماس الرعية وشضايقة الرعية، أحيي الأهل والأشابين وجميع أبناء رعية شهداء الأردن. يسوع لما وعد بالروح القدس وعد بإرسال المؤيد، سماه المؤيد. لماذا هو المؤيد؟ لأن الروح القدس سيؤكد على ما علمه يسوع، وسيكرر ما علمه يسوع، وسيرافق الكنيسة طيلة مسيرتها بعد يسوع وباسم يسوع، لأنه مرسل من طرفه. الروح القدس أيضاً هو صانع المعجزات في الكنيسة اليوم. منأكد الروح القدس هو صانع المعجزات في الكنيسة اليوم، كما كان صانع المعجزات في تاريخ الخلاص. بقوة الروح القدس صار الكلمة إنساناً، بقوة الروح القدس تجسد يسوع، أخذ جسداً من مريم العذراء. بقوة الروح القدس أيضاً التلاميذ يوم العنصرة خرجوا من العلية بدون خوف، وبدأوا يعلنوا اسم يسوع ويبشروا بأن من اعتمد نال غفران الخطايا. بقوة الروح القدس التلاميذ كانوا يتكلموا لغات كل الأمم الموجودة في القدس بمناسبة عيد العنصرة. بقوة الروح القدس التلاميذ الاثني عشر تكاثروا، وتكاثر التلاميذ، وتواصلت الكنيسة 20 قرن أو 21 قرن، واليوم الـ12 صاروا مليارين، في مليارين مسيحي في العالم. هؤلاء كلهم كانوا في الماضي 12 تلميذ فقط. كيف تحولت حبة القمح إلى سنابل؟ بقوة الروح القدس. نحن مجتمعون هنا أيضاً بدعوة من الروح القدس،
وبنعمة منه. الروح القدس هو اللي بالأسرار السبعة يتدخل، هو اللي بيتدخل وبيبارك ماء المعمودية حتى يصبح قادر أن يغسلنا من خطايانا. الروح القدس هو اللي بيجعل زيت الميرون قادر على التكريس والتقديس. نفسه هو اللي بيخلي زيت مسحة المرضى يكون قادر على الشفاء. بقوة الروح نفسه يتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع، ونحن نفرح لأنه الكثير من أبنائنا اليوم يتناولون جسد الرب بكل خشوع للمرة الأولى. وجسد المسيح نحن نعلم أنه غذاء لنا، به نحن ننمو في السن والحكمة والقوة عند الله والناس. أكثر من ذلك، الروح القدس يسكن فينا بدلالة اللي قاله القديس بولس: أنتم هياكل الروح القدس. شو معنات أنتم هياكل الروح القدس؟ يعني أنتم سكنة، الروح القدس بسكن فيكم. وهذه نعمة كبيرة. لما أنا بدي إشي من الروح القدس ما بحكي مع شخص بعيد 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 عني، أنا بتكلم مع شخص أقرب إلي من ذاتي لأنه يسكن فيا. ومشان هيك القديس بولس بيقول: لا تحزنوا الروح القدس. يعني هذا الروح اللي بسكن فينا نحن نحزنه، يعني منهينه، منضايقه بسبب الخطية. فالروح القدس لا يسكن مع الخطيئة، هو قدس، هو قداسة. وإذا غاب الروح القدس عنا يأتي مكانه الروح النجس، تأثير الشيطان علينا. بدي أوجه هلا كلمة أو أسئلة لإخوتنا الصغار حتى يشتركوا في الكرزة، لأنه الكرزة مش بس للكبار، أيضا للصغار. علموك عن مواهب الروح القدس مش هيك؟ قديش عددها؟ 7، صحيح 7، مظبوط. هل اليوم بتنالوا كل المواهب ولا جزء منها؟ اليوم كلها السبعة. السبعة، أعطوني أكم من موهبة من المواهب السبعة. الحكمة، نعم. موهبة ثانية: القوة، التقوى، التقوى، نعم. كمان المشورة، نعم. إيش كمان؟ هم 7، سمينا 4 لهلا. مخافة الله، العلم، عظيم، قربنا على 7. الفهم، عظيم. نتكلم عن الحكمة. هل الحكمة ضرورية لحياتنا اليومية ولا مرة بالسنة منعتاز نكون حكماء؟ كل يوم، كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة نحن بحاجة إلى موهبة الحكمة. لأن الحكمة بتعلمني شو أحكي وشو ما أحكي، ماذا أقول ومتى أتكلم وأمام من أتكلم. الحكمة بتعطيني القدرة على أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. كل يوم إحنا بحاجة نأخذ قرار، كل يوم بحاجة نتكلم مع الآخرين، ولساننا هو مصدر زلات كثيرة إن لم نكن حكماء. فالحكمة تجنبني أخطاء كثيرة في حياتي. الحكيم لا يخطئ إلا نادراً، وأخطاءه بتكون صغيرة. بدي أسألكم سؤال محرج يا إخوتنا الصغار: إذا واحد سألك بتحب تكون ذكي ولا حكيم، شو بتطلب؟ تكون حكيم ولا ذكي؟ محير. بدكم هلا مشورة، شو أهم، الحكمة ولا الذكاء؟ جاوب. التنين. طب هذا جوابي كويس، التنين.
بس إذا اخترت بين الحكمة والذكاء شو بتختاره؟ الحكمة طبعاً. ليش؟ الحكيم ذكي، الحكيم عنده فهم أكيد، بس مش كل الأذكياء هم حكماء. في ناس أذكياء كثير بس بخبصوا، وتخبيصات الأذكياء بتخوف لأنه بحط ذكاؤه في خدمة، بعد مرات مش دائماً، في خدمة الشر. فالحكمة توجهنا نحو الصواب، نحو الحقيقة، نحو إرادة الله. لما خيروا سليمان الحكيم بدك مال ولا حكمة، اختار الحكمة وأعطاه الله مع الحكمة أيضا الغنى. نتكلم عن موهبة ثانية، التقوى. التقوى، ماذا تعني موهبة التقوى؟ إلها علاقة بالصلاة. التقي بحب يصلي، بحب يجي يوم الأحد على الكنيسة، بحب يتناول يعترف. التقي بيصلي في البيت، بيصلي قبل الأكل يشكر الله على الأكل. التقي أول ما يقوم من النوم قبل ما يشرب قهوة بذكر اسم الله، بشكر الله على ليلة مريحة. التقوى موهبة مهمة، من خلال التقوى نحن نتذوق الصلاة. يعني منحب نصلي، منشعر حالنا في الكنيسة في بيتنا، بيتنا الأول أو الثاني مش مهم اللقب، لكن ننبسط نيجي على الكنيسة لأنه هذا بيت الله وبيت الشعب المؤمن. أنا خايف من شغلة، كثيرين بيعملوا أول مناولة وتثبيت بعدين بيقولوا باي باي للصلاة، ببطلوا يصلوا، كأنه عملوا واجب اجتماعي، واجب وطني، وبعدين خلاص قمنا بالواجب، عملنا المناولة الأولى بكفي خلاص، ألا نأخذ إجازة من الصلاة. لا، مش هيك الاتفاق. الاتفاق إنه أول مناولة هي الأولى، بتبعها المناولة الثانية والثالثة والرابعة، منظلنا نتناول لكل حياتنا لأنه نحن بحاجة إلى غذاء طيلة العمر. يسوع قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، أمر خذوا اشربوا هذا هو دمي. أيها الإخوة الأحباء، أريد أن أشكر كل من حضر صغارنا للمناولة الأولى وللميرون، كاهن الرعية، الراهبات، المعلمات. أشكر الأهل والأشابين لتعاونهم، لولا تعاونهم لما وصل صغارنا إلى هذا اليوم البهيج. أبارك لكم بهذه المناسبة وأتمنى الثمار الكثيرة التي تعطى للذين يتناولون القربان الأقدس ويعيشون من مواهب الروح القدس، هذه الثمار التي هي المحبة، الفرح، السلام، الصبر، الوداعة، العفاف، الإيمان، المحبة، وكل المواهب هي أيضا من الروح القدس وليست محصورة على التي ذكرناها. أتمنى كل ذلك لكم. مبروك للجميع وألف مبروك. آمين. والآن وقبل أن تنالوا الروح القدس اذكروا ذلك الإيمان الذي أعلنتموه أنتم أو أعلنه أباؤكم وأشابينكم وجماعة الكنيسة يوم اعتمادكم في المسيح. تجديد مواعيد العماد. أيها الأبناء الأحباء، أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟
أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيوهب لكم اليوم بنوع فريد في سر تثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنصلي إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح ابن الله. أثناء هذا الصمت نطلب من الله أن يرسل إلينا الروح القدس مع مواهبه السبع. أيها الإله القدير، أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذاً إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا، آمين. ولأن يتقدم طالب التثبيت لنيل سر الميرون المقدس. تعال يا روح الله، هللويا هللويا، واسكن فينا في التمام، هللويا هللويا. هلم تعال فقراء، أضرم بنار حب ما تعال يا أبا الفقراء، أضرمنا بنار حبك، أنت حياة قلبنا، هللويا هللويا. قدسنا لنتحد بك، هللويا هللويا. هلم تعال يا أبا الفقراء، أضرمنا بنار حبك، هلم تعال يا أبا الفقراء، أضرمنا بنار حبك.
أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل متوسلين إلى الله الآب القادر على كل شيء، ولتكن صلاتنا واحدة، شأن وحدتنا في الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الفضائل التي تنبثق من روحه القدوس. من أجل كنيسة الله المقدسة، قداسة البابا وبطريركنا، أسقفنا وجميع الكهنة، احفظهم يا رب، وأعطيهم نعمك السماوية إلى رب نطلب. استجب يا رب. من أجل الذين قبلوا سر التثبيت، أغمرهم يا رب بفيض نورك، يكونوا شهودا لك إلى رب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل أهلنا، باركهم يا رب واحفظهم بالعافية والأمان، وحول كل صعوباتهم ومعاناتهم إلى فرح، وزودهم بالنعمة والقوة، فتبقى عائلاتنا واحد دفء وحنان للرب نطلب. استجب يا رب. نصلي لهؤلاء الأطفال الذين يلتقون بالمسيح في القربان المقدس بهذا اليوم للمرة الأولى، حتى يظل رفيق دربهم مدى الحياة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل المسؤولين وجميع المكرسين ليجدد القربان حياتهم كل يوم، فيقدمون ذواتهم قربان محبة، وتتقدس بهم كنيستك، وتمجد اسمك على الدوام، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل السلام في العالم، وخاصة البلدان التي تعاني من الحروب والاضطهادات والتشرد والدمار، فيا رب السلام امنحنا سلامك، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل أن يمن الله على العالم بالشفاء التام من جميع الأوبئة، وخاصة من وباء الكورونا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الإله الذي منحت رسلك روحك القدوس، وأردت أن يمنح لسائر مؤمنيك بواسطة خلفائهم، اجعل الإيمان والمحبة اللذان انتشرا في كل مكان في أوائل البشارة الإنجيلية يستمران بالنمو في قلوب المؤمنين بالمسيح ربنا. آمين. جلوس تفضل. اقبل تقديماتنا، بارك جمعنا، نطلب رضاك من أعماق القلب. هذا القربان صنع أيدينا، فاجعله زادا
صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الله الذبيحة من يديه لمجد اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير كنيسة المقدسة. نسألك أيها الرب العطوف أن تتقبل قرابين أبنائك وأن تعمل على أن يكونوا أكثر شبهاً بابنك الوحيد، فلا ينقطع عن الشهادة له، مشتركين في تذكار فدائه الذي به استحق لنا أن نعطى موهبة الروح القدس، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فهو بعد صعوده أعالي السماوات وجلوسه عن يمينك أرسل الروح القدس الموعود به إلى أبناء التبني. لذلك من الآن وإلى الأبد ومع جند الجيش السماوي لك نسبح خاشعين صارخين وهاتفين. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصالحون السماء والأرض مملوءة من مجدك إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة. فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وسائر الإكليروس.
أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين من أهلنا وأقاربنا إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة ماري البتول والدة إله، والقديس يوسف خطيب العفيف، ورسل الأطهار وجميع القديسين وقديسي شرق الأردن الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك للأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن ندعو الله بالصلاة التي لقننا إياها يسوع، والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء أب واحد، ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبدا. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام استودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازلوا لها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى أبد الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. لننحني بتواضع ونتبادل سلام المسيح. يا حمل الله حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. رجاء هلا نعطي المجال للي نالوا سر الميرون واللي بدهم يتقدموا للقربان فبتناولوا عن بعد حتى يتمكن يأخذوا الصورة، بعدين الأهالي. دوما يا سر القربان.
القربان لك الحب
لنصلي. أشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم ويعملوا على ازدهارها في العالم بسيرتهم ومحبتهم، بالمسيح ربنا. آمين. الختام، نشكر سيدنا المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي في الأردن على ترأسه الاحتفال وعلى كلماته. شكر أيضا كهنة الشماس الشدياق الخدام صبايا الثنتين والرهبات اللي حضروا وتعبوا مع أولادنا. نقول مبروك للأولاد، مبروك للأهل، ومثل ما حكى سيدنا يا ريت إنه ما يكون هذا اللقاء الوحيد إلى أن يكبروا تأييج اللقاء الثاني لما بتفرض عليهم الكنيسة سواء الزواج أو أمور أخرى. فنطلب من الأهل إنه بالفعل يهتموا بأولادهم روحيا. الأحد عندنا القداديس، عندنا رح يكون في الشبيبة والكشاف، رح نرجع إن شاء الله الأسبوع الجاي بنبدأ، فرح ننزل إعلانات على موقع كنيسة شهداء الأردن الفيسبوك أو الواتساب تاع الكنيسة، فإن شاء الله نتابعوا ونشوف أولادنا ييجوا يشتركوا ينموا ويغذوا كنيستنا. ألف مبروك للأولاد للأهل لكنيستنا ورعيتنا. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة والقديس يوسف الذي نكرمه هذه السنة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح.